أو في العاصمة المصرية القاهرة، اختتم مهرجان القاهرة السينمائية الدولي أعمال دورته 44 بتوزيع جوائز الأفلام الفائزة من ضمن 125 فيلما مشاركا في المهرجان الذي استمر 9 أيام. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً. ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة ألف في الاتحاد الدولي للمنتجين. المهرجان خطى خطوات ناجحة جدا في الدورات السابقة في تثبيته كأحد المحافل المهمة في الصناعة السينمائية بالمنطقة العربية. مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44 كان برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، والذي سبق أن تولى نفس المنصب قبل عدة سنوات باحترافية شديدة. أنا سعيد جدا بهذه الدورة، سعيد جدا بكل الوجود المتواجدين، كانوا من الشباب بنسبة كبيرة جدا، وده كان شيء يهمني. الأكاديميات الفنية كان عندنا طلبة من الأكاديمية الفنون، من معهد السينما، كان عندنا نشطاء كتيرين جدا من السينمائيين الشباب، المخرجين والمونتيرين في جميع مجالات السينما، وانا ده كان شيء يهمني والحمد لله حققنا نسبه كبيره. يعني السنه دي في نظام جامد جدا، مش اي حد بيقدر يخش، في نظام صارم وفي احترام للناس والمواعيد الافلام اللي بتنزل. انا متشرفه بكوني ضيفه على مهرجان القاهره هاي السنه، وطبعا كثير حريصه اني دائما اكون، فبتشكرهم على هاي الدعوه الكريمه، وكثير سعيده لانه مهرجان القاهره مهرجان عريق ومهم جدا. البرنامج الخاص بالعروض كان حافلا بأفلام عالمية وعربية مهمة، ما بين العروض العالمية الأولى والاحتفاء بأكبر الأفلام التي نالت نجاحا في مهرجانات العالم. شاركت في مهرجان القاهرة بدورتها 44 أفلام من 52 دولة مختلفة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية. وصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شهد المهرجان لهذا العام العديد من الفعاليات الفنية والندوات المختلفة. المهرجان السنة دي أنا مبسوطة جدا بكل الأفلام اللي شفتها، يعني أنا لو في لجنة التحكيم هحتار أدي إيه ولا إيه، والندوات كانت قوية لأن يعني المناقشات كانت مهمة جدا. جاي أتابع الأفلام، أشوف الأفلام المتميزة اللي موجودة في الدورة دي في المهرجان، أحضر التوكس، أحضر الوركشوبس، بقى جاي أستفيد من المهرجان قد ما أقدر يعني. أنا سعيد جدا إن أنا جزء من هذه الصناعة وتربيت وسط الناس في الصناعة المصرية، وعندي أفلام بتشارك في المهرجان اللي أنا كنت طول عمري من وأنا طفل بتفرج عليه، فشيء يسعدني يعني. انطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتها 44 من دار الأوبرا المصرية في القاهرة. يعتبر مهرجان القاهرة من أهم وأقدم الفعاليات الفنية على مستوى العالم، حيث تتسابق كبار المؤسسات السينمائية ودور العرض في مختلف البلاد لتعرض أهم أعمالها خلاله. تحتضن الدورة 44 لهذا المهرجان العديد من الأعمال والأفلام السينمائية التي تعبر عن ثقافات عربية وعالمية مختلفة. من دار الأوبرا المصرية في القاهرة، روشان فؤاد لقناة اليمن اليوم.